مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ أنا اليوم جايبة لكم موضوع. كنت مجتمعة مع صديقاتي، واحدة من الصديقات قالت لي احكي لهم قصة بنتي معاي في الروضة، وجايبة لكم هذه القصة بهدف إنه تاخذون العظة والعبرة وتستفيدون من القصة بأكبر قدر ممكن. يلا خلونا نشوف إيش قصتها. هي كانت عندها أولاد ثلاثة، جابت بنت بعد ثلاثة أولاد، كانت مرة مدلعتها ومهتمة فيها وتخاف عليها حتى من نسمة الهواء. هذه البنت كبرت، لما صار عمرها 5 سنوات مثل كل الأمهات قالت بتوديها روضة عليها القيمة وممتازة تليق بمقامها وتريحها من عناء الدراسة ومن عناء المذاكرة، وفعلا شافت أفضل وأفخم روضة على مستوى المنطقة وودت بنتها فيه. تقول أول ما دخلت هذه الروضة شفتها كيف انها مرتبة وكيف انها نظيفة وكيف ان المعلمات بشوشين والادارة مكتب الادارة ومكتب الضيوف، لدرجة انه انبهرت من التنظيف والترتيب والفصول. الفصول تفاجأت منهم مؤثثين تأثيث كامل للاطفال، حتى دورات المياه، حتى المغاسل تقول يعني قصيرة لدرجة انها مهيئة ومناسبة للاطفال، حتى الديكور ديكور فرايحي وديكور أيضا حلو جدا للأطفال. تقول أول ما شفت كذا ارتحت مرة والحمد لله. رحت على طول للإدارة وقلت لهم أبي أسجل بنتي، قالوا لي روحي للمشرفة. رحت للمشرفة ووضحت لهم وجهة نظري عن بنتي، إني أبيها ممتازة، إني أبيها ما ينقصها شيء من الناحية النفسية، أنا بنتي ما عندي غيرها، جاية من بعد 3 أولاد. وفهمت كل هذا الكلام، فهمته اللي هو المرشدة، وقالت لها إنه خايفة شوية على بنتها من نظام الروضة أو شيء. قالت لها المرشدة بالعكس، أنت جبتي بنتك في المكان الصحيح، مثل ما انت شايفة انه المدرسة هي عبارة عن مجمع دراسي، عبارة عن روضة وكذلك مرحلة ابتدائية وكذلك متوسط وثانوي. يعني ما شاء الله، لو ما إلها هذا النجاح ما صار كذا عليها الإقبال. ففرحت وقالت خلاص أنا راح أجيب بنتي، مع أن تقول أنه الروضة مرة غالية، تقول يعني جدا غالية، لكن قلت ما علي عشان بنتي يهون، عشان انا ارتاح ان بنتي ترتاح في هذا المكان. وفعلا اخذتها المرشدة الى المعلمة وراحت لها وكلمتها عن بنتها وقالت بالعكس انا لي خبرة 14 سنة في التدريس، وانت جبتي بنتك في المكان الصح، راح ان شاء الله تستفيد من الروضة، وصدقيني راح تعجب فيني وتحبني، ولاني انا لي خبرة كبيرة في التعامل مع الاطفال. الام كذا فرحت وارتاحت وخلاص ما قامت تحاتي، ودت بنتها في الروضة. الحمد لله داومت بنتها، وفعلا كان التعليم ممتاز ممتاز ممتاز، وكانت تتعلم القراءة وتتعلم الحروف وماشي الحال. لكن بعد فترة البنت شافت عليها انها مرة كلها تصيح، قالت لها ليش تصيحين؟ قالت بسبب انه المعلمة دائما تقرص خدي، يعني تفلص خدها بلهجتنا الخليجية، ما أدري باللهجات الأخرى إيش تسمونها، المهم إنه اسمها تفلص الخد أو قرصة على الخد. فالأم كذا انزعجت، قالت أنا ما عمري طقيت بنتي، تجي هذه المعلمة تضربها ليش؟ وفعلا الأم راحت للمعلمة وكلمتها، وقالت المعلمة اعترفت لأنها ما قدرت تنكر، وقالت صحيح أنا يعني فلصتها بس بشكل خفيف لأنه أبيها تتعلم، أبيها يعني تصير ممتازة في الدراسة، مش قصدي أني أوبخها، مش قصدي أني أعاقبها، بالعكس أنا أحبها. وبالعكس يعني طمنت الأم وبينت لها أنها ما ضربتها بس فقط خفيف. الأم هنا ارتاحت من كلام المعلمة وقالت حق بنتها يا بنتي لا توسوسين، والمعلمة ممتازة، وانتي يعني شوية يهدي، ولا تحاولين انك يعني لا تحاولين انك ترتبكين من المعلمة وتخافين منها، ترى هذه مثل امك وكذا. شافت بنتها ما تبي تروح الروضة، كل ما قعدتها كلها تغيب، كلها ما تبي تروح.
وكلها تقول أخاف. قالت لها تخافي من إيش؟ قالت ما أدري، أخاف أخاف، كلها تقول أخاف. بعدين قامت تقول الأم أخذت بنتها يوم وراحت الروضة، وبرضو قالت للمعلمة أنها كلها تغيب بنتها تقول أخاف. قالت المعلمة ليش؟ أنا أحبها وحضنتها قدام الأم وجلست معاها وكل شيء تمام التمام. الأم هنا ارتاحت وشافت بنتها عيونها مش مرتاحة، وشافت عيونها تروح يمين وشمال وفيها شوي حزن. قالت ممكن هذا يتهيأ لي أو زي كذا. المهم مضت السنة، لما جت نهاية السنة بقى تقريبا شهر ونص على كلامها، قامت بنتها بيديها ورجولها تقول ما بي أروح الروضة يمين شمال، ما بي أروح. ليش؟ قالت ما أحب الروضة، ما أبي أروح. طيب دافعين ذاك المبلغ، ودافعين مبلغ وقيمته يعني غالي ومكان مرة حلو عشان تقولين ما تبين تروحين. وحاولت مرة ثانية تهديها يعني طيب خاطر بنتها، وبعدين المهم إن كانت بنتها تروح. المهم إنه خلاص انتهت الروضة وكبرت البنت، ولما جابت هذه الأم عندها ولد رابع، وهذا الولد بتودي الروضة. قالت بما أنه بنتي استفادت من الروضة، لأنه فعلا فعلا تعليمهم صح، فقالت بما أنه بنتي استفادت راح أودي ولدي في هذه الروضة. وفعلا أخذت ولدها وكانت بتودي الروضة، إلا شافت بنتها اللي عمرها أصبح 11 سنة. قالت ماما لا تودي أخوي هذه الروضة، الجحيم. الأم استغربت، قالت ليش تقولين أن الروضة هذه جحيم؟ قالت لأنه فعلا يا ماما أنا تعذبت في هذه الروضة، كانت المعلمة تطقني، كانت المعلمة دائما تضربني، دائما تصارخ علي، دائما تعاملني أسوأ معاملة، كانت دائما تمشع راسي، وكانت تفلص خدي، وكانت تصفعني كف على وجهي. قالت المعلمة ما غيرها اللي كنت أنا أروح أزورها؟ قالت إيه نفسها. قالت طيب ليش ما قلتي من زمان؟ ليش توك الآن بتقولين؟ قالت لأنه كانت تهددني، إذا تكلمت بتوريني شيء ما شفته. طيب تسألون إيش معنى هذه البنت؟ طبعا أنا سألتها قلت لها طيب بس بنتك اللي تعذبها أو كذا؟ قالت لا، بنتي وكذا واحد من الفصل تسوي لها الأمر، الباقي كانت شوي تتخوف منهم ويعني ما كانت تسوي لهم حاجة. قلت لها طيب ليش متقصدة إيه بنتك بالذات؟ قالت لأنه بنتي كانت من البداية خوافة وكانت جبانة من البداية، فشافت الحرية لها والشجاعة انها تسوي في بنتي كل شيء لانها خوافة. وكانت البنت لما كبرت البنت قالت لأمها كل معاناتها مع هذه المعلمة. بعد ايش؟ بعد مضي 10 سنوات، 10 سنوات الناس تحيا والناس تموت، يروح جيل ويبدأ جيل. طبعا الأم خافت، حاولت انها تتواصل مع المدرسة، المشكلة ان المعلمة خلاص انتقلت الى مدرسة ثانية ما تدري وين راحت، كذلك الارشاد والمديرة تغيروا خلاص، فهي الان ما استفادت من هذا انها تحل الامر لانه بنتها سكتت. تقول لو بنتي ما سكتت كان من البداية اشتكيت وحولنا الامر. وبنتها وبختها ليش ما تتكلمين؟ فقالت بنتها انا يعني موصتني ومحرصتني ومهددة وقايلة ان قلتي لأهلك اني راح اضربك، وحتى لما قلت لكم انها فلصتني على خدي راحت مرة ثانية وضربتني وقالت لي ان قلتي لأهلك راح ازيد الضرب عليك. فانتوا يا امهات باختصار هذه القصة انتبهوا انتبهوا لعيالكم، مو مجرد انكم دافعين فلوس في روضة تودون عيالكم انكم تطمئنون على المعلمات ما راح يضربونهم، لا والله هذه مودية بنتها في اغلى الروضات واغلى المدارس، وشوفوا كيف بنتها كيف تعاني، تقول حتى اسم المعلمة ما تبي تسمعه في البيت كله. فشفتوا كيف اصبحت هذه الحلم اللي تبي تودي بنتها في هذه الروضة الغالية والفخمة، شوفوا كيف أصبح نقمة على بنتها. حاولوا يا أمهات أنكم تراقبون عيالكم وتسألوهم باستمرار إيش سووا مع المعلمة، إيش سووا في الروضة، يمكن يتعرضون بأي نوع من التنمر. هذا بالنسبة للأمهات، أما بالنسبة للإدارة والمشرفين والمعلمات اتقوا الله في الأطفال،
أطفالهم عاطينكم أمانة، لا تأخذون عيالهم وتخلون بالأمانة. اتقوا الله في العيال، لا تقسون على الأطفال، حفظت كلمة ما حفظت كلمة، كتبت كلام ما كتبت، مشاغبة هادية خجولة فرعونة شيطانة، انتو ما لكم دخل، انتو حدكم المرحلة التعليمية وفقط. غير كذا تواصلوا مع أولياء أمورهم، أولياء الأمر هم اللي يتصرفون مع عيالهم. وكذلك نصيحتي لأي مديرة، إذا تبين الروضة تمشي صح دائما راقبي المعلمة وشوفي كيف تعاملها مع الأطفال. كل ما كانت المعلمة تعاملها كويس مع الأطفال، كل ما صاروا الأطفال يحنون لها وتبين محبتها ومعزتها لهم. هذا باختصار نهاية القصة، خذوا العظة والعبرة وانتبهوا لعيالكم أثناء الذهاب لمرحلة الروضة. ولا تنسوني من اللايك والاشتراك والتعليق على الفيديو، كذلك فعلوا جرس التنبيه، وإذا استفدتم من الفيديو اعملوا له شير، وكذلك تابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي تلاقونها تحت صندوق الوصف. وكذلك أرجو أنكم تكتبوا لي خبراتكم وتجاربكم مع أطفالكم في مرحلة الروضة تحت هذا الفيديو.